السلام عليكم، كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم الوصفة ديالنا غادي تكون سهلة وبنينة وصحية او ميمطون اللي كان وهي معروفة بزاف في الاونة الاخيرة للناس اللي كيتبعوا الريجيم او اللي كيهتموا بالصحة ديالهم، واللي هي البنانا بريد او كيكة الموز. ندوزوا المقادير والطريقة. غادي نحتاجوا لهذه الوصفة 3 ديال البيضات، 100 غرام ديال السكر الابيض او السكر الاسمر، 100 ملليلتر او كأس ديال الحليب، 75 غرام ديال الزبدة المذابة، شي شوية ديال المكسرات والفواكه الجافة. غادي نحتاجو 3 ديال البنانات، جوج معسناهم بحال هكا حتى ولاو هكا بات، وحده غنخليوها للتزيين. غادي نحتاجو 220 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، معلقة كبيرة ديال الفاني، ومعلقة كبيرة ديال خميرة الحلويات. ندوزو للطريقة. غادي نبداو على بركة الله. اول حاجة غادي نسبقو هما البيض، غنزيدو معاه قبصة ديال الملحة بحال كاع الحلويات، غادي نزيدو عليه الفاني والسكر، وغادي نبداو نطربو هادشي مزيان. ودابا غادي نزيدو الحليب، 100 ملليلتر ديال الحليب، وغادي نزيدو 75 غرام ديال الزبدة المذابة، وغادي نعاودو نخلطو هادشي مزيان بالطراب. ودابا من بعد ما تجانسولينا الزبدة والحليب، غادي نزيد البنانة، جوج بنانات اللي ديجا هرسناهم، وغادي نخلطو الخليط. ودابا غادي نزيدو الدقيق اللي ديجا غربلناه، وغادي نستمر بحال هكا حتى نسالي الكمية اللي عندي كاملة اللي هي 220 غرام، وغادي نزيدو فوق منهم الخميرة ديال الحلوة اللي حتى هي غربلناها، وغادي نخلطو هادشي مزيان بالسباتول حتى يتجانس لينا مع المكونات السائلة على هاد الشكل. ودابا منين تجانس لينا الدقيق والخميره مع العجين، غادي نزيدو شي شويه ديال المكسرات اللي درتهم مع شي شويه ديال الدقيق غير باش ما يحتلوش ليا لتحت، وغادي نخلط هادشي مزيان هكا حتى يتجانس ليا. ومن بعد ما خويتو في المول اللي ديجا دهناه بزبيده، دابا غادي نجي للزواق وغادي نحط بنانة اللي قلت لكم في الاخر غادي نخليوها للتزيين، قسمتها على جوج وغادي نحطها بحال هكذا في الوسط هكذا في الوسط، وحطو في الفران مسخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 حتى 50 دقيقة. ودابا من بعد ما دازت واحد 40 دقيقة في الفران، هيا خرجناها كيف ما كتشوفوا كتجي محمرة من الفوق، والبنان داك البنان اللي زوقنا به في الاخر كيعطي داك العسل ديالو مع الفران وكيطلق فيها. وكيف ما كتشوفوا حنا قطعنا طريفات، الوسط كيجي عامر مزيان بلي فخويساك بالمكسرات، كتجي صحية وبنينة. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو اليوم. الى ما كنتوش دايرين ابوني ديروا ابوني، ديروا لايك وخليوا لي تعليق، و الى بروشين. باي باي.